العقل اربع تمارين للبطن على الكرسي، خصوصا للنساء ما بعد الولاده كذا. التمرين الاول سهل وبسيط، يكون النزول على اطراف الاصابع. بهالطريقه نعمل هذا التمرين 20 عده في 3 جولات. التمرين الثاني رفع قدم قدم، مع الرفع تكون الركبه ممدوده بهذا الشكل، يكون التمرين هذا برضه 20 عده في 3 جولات. التمرين الثالث يمكن يكون اصعب شوي، بس انه برضه ممتع بهالطريقه. 1 2 3، ارفع الركبه قدر الامكان بهذا الشكل. والتمرين الاخير بسيط جدا بهذا الشكل. 1 2 3، نعمل هذا التمرين برضه 20 عدة في 3 جولات. للنساء ما بعد الولادة التمرين هذا مفيد لكم، احرصوا عليه.